حالهم. هاي الهدية يا أخي أبو علي اللي أرسلت إليك. وين كنت أنا وين تزرعوها؟ والله أمام منزلك هنا بالموقع هذا. عرفت علي شلون؟ بحيث إنه تكون أنت جاي أو طالع من البيت عشان نفذ العملية بدقة، ما تكون فيها يعني أي خلل. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الأخ أبو محمد منير رفاعي. الأخ أبو محمد منير رفاعي بيشتغل على تكسة وبتردد فيها على سويدة، يعني من أجل جلب لقمة العيش إله ولأولاده. بيوم من الأيام إجا لعندي على البيت وقال لي أبو علي تعرضت لموقف بحاجز سويدة، وطلب مني شخص بالأمن العسكري يدعى حمود الفليحان بالتعامل معه. فلما اجى بلغني قلت له شو طبيعة التعامل؟ قال لي ما ذكر ليش. قلت له كمل معاه وشوف شو بده منك وخبرنا اول باول وخليك يعني حذر. فبعد فترة اجى بلغني قال لي انه طلبوا مني انه اغتالك، اغتال ابو علي اللحام قرية ام ملك، مقابل اغراءات مادية كبيرة وعارضين عليه مبلغ مادي كبير وسيارة وسلاح شخصي مسدس. بعدها قلت له كمل وشوف لي طريقة الاغتيال، بس نشوف النظام يعني شو طريقة الإجرام تبعه، شلون بتوصل لأي شخص وبغتاله، سواء كان من أجل نشر الفتنة أو القضاء على يعني مجموعات اللي بتشتغل بالثورة، سواء كانت بالمناطق البعيدة عن التماس مع النظام أو اللي متماسة مع النظام. فما فيش يعني بعد ثلاث أيام من ما بلغني الرسالة هاي إجا لعندي وكان بحالة يعني مرتبك وجاب لي العبوة هاي مع الجهاز. هذه العبوة التي أعطيت لي لكي أغتال. علموك عليها أبو محمد؟ نعم. علموك عليها للعبوة؟ نعم. ممكن بس تعطينا فكرة عنها شلون تشتغل؟ والله يا أخي الكريم هذا الجهاز، طبعا هون في جهاز أمامي يفتح ب كبسة زر من هون. أول شيء مزود ببطارية إذا فتحت عملها لمدة 72 ساعة. بعد ما تفتح الزر الأمامي هنا ترفع الأمتيل هذا لمدة لمسافة 2 سنتي أو 3 سنتي بيكون جاهز العمل بالعبوة هاي. عرضوا عليك أنواع ثانية؟ نعم عرضوا علي ثلاث أنواع أخرى تلصق على السيارة مباشرة وتنفيذ العملية بهاي الجهاز. هذا الجهاز يعمل كمان بمفتاح، هذا المفتاح طبعا وله رقم سري، أعطي رقم سري إلي وعلموني عليها بحذافير. هذا الجهاز يعمل على مسافة 200 لحد 300 متر. بعد إدخال التردد المطلوب أو المعروف بين الجهتين فيتم الضغط على الزر هذا وتنتهي العملية. فطلب مني بعد انهاء العملية انه هذا الجهاز ارد ارجعه لهم لاتمام عمليات اخرى. فطبعا بعد ما استلمت هذا اللغم جيت بيو مباشرة ذهبت الى المقاتل البطل وبلغته وسلمته له شخصيا. طيب أبو محمد كانوا يعني بدهم بعد شخصيات ثانية يختالوها بنفس البلد؟ نعم يعني كان مكتوب قدامك أنه في شخصيات بعدهم بدهم يختالوها؟ نعم طلب مني طبعا بعد الأخ أبو علي في عدة اغتيالات بنفس البلد، وإذا في مجال أتجاوز البلد تعرف كيف بقرى أخرى هم بيعرفوا شخصيات معينة عندهم يعطوني كالعبو هاي وأنفذها بمناطق أخرى. يعني أبو محمد أنت شو بتنصح المقاتلين بالجيش الحر أو الثوار بشكل عام بالنسبة للوضع اللي تعرضت له؟ والله بنصح الأخوة المقاتلين بكل قريب أن يتواخذوا الحذر من هذا النظام لأنه نظام فاشي وفي كثير من النفوس المريضة التي يمكن أن يشتروها بحفنة من المال لقتل
هؤلاء الأشخاص الأبطال. فنظام فاشي، نظام قاتل، لن يتمكن إن شاء الله بكل معنى الكلمة. في أمثالي كثير ناس أصحاب شرف وأصحاب كرامة لا يمكن يخدموا على هذا العمل. طبعا احنا بنفتخر بشخصيات مثل شخصية الأخ أبو محمد اللي تعرض للإغراءات المادية اللي ممكن كانت تسد حاجته كاملة إله ولولاده، ويعني ما قبل أنه يكون أداة بدين النظام للقضاء على الثوار، ويكون طبعا هو مستفيد مادي. ونتمنى من كل الأخوة اللي بترددوا على مناطق النظام أنه لا يكون أنفسهم ضعيفة لدرجة أنه ينشروا بالمال، يكون بيهم المثال الأكبر لشخصية الأخ أبو محمد، أنه لما يكون الهدف من الروحة على مناطق النظام هي الاختصاص أو ضرب الثوار، يوقف عندها ويرجع ويبلغ قادة المجموعات الموجودة عنده ويقول له أنه النظام، لأنه النظام طبعا مضرته مو بس لنا إحنا كثوار، لا مضرته له كمدني، مضرته له كمواطن سوري شريف. ونشكر الأخ أبو محمد على تعاونه معنا، ونتوعد النظام بالضربات القاسية. مثل ما بتشوفوا اللغم هو مو مثل اللغم يعني، ولا هو عبوة صناعة يدوية، هو لغم مبين يعني روسية. نعم روسيا، احنا ما عندنا بحوزتنا هيك سلاح، ولكن ان شاء الله نتوعد النظام بالضربات القاسية، ولا يعني ما بنستهدف فيها لا مدني ولا طفل، ولا بنستهدف فيها اي انسان بريء الا رؤوس النظام واللي بديروا العمليات تاي. ان شاء الله احنا رايحين نكون لهم بالمرصاد، ورايحين نضربهم ولو في عقر دورهم ان شاء الله. ابو محمد يعني الحمد لله في امثالك يعني اصحابين مواقف مثل الموقف، ما برضو بعمليات مثل هاي انه النظام يستخدمهم كأداة، والحمد لله يعني الامر انك تابعته من البداية معانا وكشفنا نواياهم بالمنطقة، نوايا الاغتيالات اللي ممكن انها تساوي لنا مشاكل عائلية. يعني العمل هذا لو انه كان بايد شخص غيرك وتمت العملية، كانت الانظار مش راح ممكن ما تتجه باتجاه النظام، ممكن تتجه باتجاه ثاني. نعم. ولكن احنا نعم. كمان بدنا يعني رسالة تطلع مننا انه احنا عارفين انه كل المشاكل اللي قاعدة بتصير بالداخل، وفي ناس بتلزق عليها طابع الطائفية، طابع الأهلية، هي وراها النظام المجرم مشان يشتت قدر المستطاع أفكار الثورة، وأنظارها تتجه باتجاه غير العدو الحقيقي اللي هو عدونا الحقيقي، النظام السوري، نظام بشار الأسد الفاجر.